اجتماع باش نشوفوا المشاكل اللي كيعاني منها القطاع، وخاصة بعد الجائحة. لأن ملي ورا الجائحة كاين عدة مقاهي سدات، درت يعني عليها كاين مقاهي على هاوية الإفلاس، يعني أربع مقاهي كاين اللي مابقاش قادت تساير، مابقاش قادت تخلص الضرائب، قادت تخلص خدامة. يعني هادو هما الإشكالات علاش حنا اليوم درنا اجتماعنا. كنوجه رسالة ديال المسؤولين باش يريحوا معنا طاولة الحوار ونعطيهم مقترحات ديالنا ان شاء الله باذن الله. القطاع ديالنا راه هو معروف عليه، عنده بزاف ديال الاكراهات ديالو اللي كتخليه ديما متضرر، لان مثلا لا الترسانه القانونيه، لا واحد العشوائيه اللي كاينه في القطاع، لا بزاف ديال التفاوت لا في الاسعار لا في بعض الحملات اللي كانت كتوقع وكتستهدف القطاع، الصوره ديالو. ولكن ما يمكنش يتحلوا هذه المشاكل بلا ما يكون واحد النضال. حنايا هنا في المغرب راه دولة مؤسسات، هاد من خلال هذا النضال وهذا الكلام راه كتوصل. الا كنوصلوا كنتشكاو 20 مره ويديروا لنا غير حاجه راه في الاخر كنقولوا مزيان، لكن كنبقاو كناكدوا انه حان الوقت الدوله تراجع بعض القوانين، تلتزم بالتعهدات ديالها فيما يخص مثلا الجبايات المحليه، فيما يخص لان كنتكلموا مثلا نعطيك كسبيل المثال، كيف يعقل ان واحد اللي كيخدم قصرباي عنده في المحل كنفرضوا عليه ضريبه المشروبات؟ علاش؟ لان المحل، لان الماكولات والمشروبات كتستهلك وسط المحل، وهذاك اللي كيبيعها في الزنقه ولا في لومبورتي ما كنحسبوش له. وكيفاش نعطيك واحد المثال؟ مول القهوه شنو كيبيع؟ راه قهوه، حليب، الماء. المواطن اللي كيجي راه كيجي كيشرب شي حاجه لان فيه الجوع ولا بغى يدير واحد البيزوان ديالو الناتوريال خصو ياكل، كنقطعوا له 10% من ضريبه المشروبات، 10% من رقم المعاملات. واعطيني المقابل ديال هذه مثلا في الرهانات. كنشوف واحد العدد ديال الشركات اللي كياخذوا الفلوس، ما يعني ما كيقدموش شي خدمه، كيديروا قرعه شكون اللي ربح، هذوك ما كتاخذوش عنده. ولكن هذا القطاع هذا كنقولوا له 10%، في حين هذا القطاع مخدم، الاخر ما خدم والو. والحمد لله راه سمعنا هذه التوصيات خرجوا في النموذج التنموي، كنتمناوا اليوم ان الحكومه تنزل هذا النموذج التنموي، تنزل التوصيات ديال المناظره الوطنيه وتحقق العداله الجبائيه، فما نشوفوش غير من ناحيه الواجبات حتى من الحقوق خاصها تعطى. كنتمنى من ارباب المقاهي والمطاعم كلهم باش يوحدوا الصف ديالهم وباش يطبقوا التعليمات اللي عطى السيد المدير ديال صندوق الضمان الاجتماعي بالحرف، باش يحتاطوا من شي مشاكل اللي هي كنا كنتخبطوا فيها لحد الان. كنتمنى من ارباب المقاهي والمطاعم باش يتواصلوا ويبقى هذا التواصل هذا دائم، ما ينقطعش غير في هذه الساعه هذه اللي حنا فيها اليوم.